شاركنا بمهرجان القلعة والوادي لنوصل رسالة للعالم كله بأنه نحن بلدنا بلد آمن وما في جنس الإرهاب، عن طريق استضافة الطيارين من كافة دول العالم، من فرنسا ومن إيطاليا ومن لبنان ومن سلطنة عمان ومن العراق ومن أربيل، والحمد لله كلهم لبوا الدعوة وكلهم إجوا لعنا وشاركوا معنا. So I was invited for this event here, and I say, oh, Syria, it's crazy. So I'm talking to me, I'm not going. And after I say, it's okay, I'm going to go to Syria, for see Syria, for see the people, and for fly too.